هذا لو كاي تشارج هو ما يعنيش وزارة الصناعة وحدها، هو يعني وزارة المالية، يعني وزارة التجارة، وزارة الداخلية، فيها أمور قطاعات عديدة باش تقدر تخدم مرسوم تنفيذي. هذا هنا. ثانيا لازم نكونوا واقعيين يا جماعة، المثل الشعبي واش يقول؟ نكونوا كيما الشعب. المثل الشعبي يقول لك اللي لدغو لحنش يخاف من الطرفة، يعني يخاف من الحبل. حنا تكوينا كشعب في الموضوع نتاع مصانع السيارات القادمة، الخسائر تاع الخزينة وحدها والديموراليزاسيون تاع الشعب. تكوينا أيضا فيما يخص لي كونسيسيونير تاع السيارات، أسعار قداش كانت وقداش ولات. دروك رانا في مرحلة جديدة الحمد لله تخدم كاي تشارج. نزيد اون باراليل يعني بالموازات مع هذا دفتر الشروط الخاص بالمركبات تاع المصانع او تاع الوكاله، هذا ابار وكاين اون باراليل ليه الماده 66 اللي هي في قانون الماليه 2023، هي اللي تسمح للافراد الخواص باش يستوردوا السيارات من الخارج نتاع الموان تروازون. حنا كي في البرلمان علاه ما رفعناش من 3 سنوات الى 5 سنوات؟ لانه حفاظا على المنتوج الجزائري فيما بعد. تصور لو كان نرفعوها ل 10 سنوات مثلا في مجال استيراد الجرارات، رفعنا المده من 5 سنوات الى 7 سنوات. لكن سي جميل، لكن بالنسبه للامبورتاسيون دي فيكيل توريستيك ولا واش كاين هنا، لو كان نرفعوها ل 5 سنوات تقتل المنتوج الوطني. حنا هذا الاستناد للمرسوم، المرسوم علاه تسرعوا به قبل ما نصادقوا حنا على قانون الماليه، قبل ما نعدلوا وندرسوا قانون الماليه، الفالي يخرج المرسوم. وعلى السيد رئيس الجمهوريه كان يلح على ضروره اصداره قبل المصادقه على الاخر، لان في علاقه تشابك بين هذا وظيفية. الماده 66 تاع الاستيراد موان تروازون هذه. هنا لو كان نسمحوا لمده 5 سنوات، تعرف باللي كاين مواد داخل المراسيم هذه التنفيذيه، كاين مواد اللي هي تتعلق بلو طو دانتيغراسيون دو 10% ل 20% ل 30% دون 5 ans. وبالتالي هنا الامور عندها علاقه ببعضها. اكيد.